سادسا هنتكلم عن الاستقراء والمنهج العلمي في العصر الحديث، وده كان الجزء السادس. المعنى اللغوي للمنهج هو الطريق الواضح، بمعنى ان انا بقول ايه، يقال نهجت طريق فلان، اي اتبعت طريقة فلان. المعنى الاصطلاحي للمنهج هي طريقة محددة في التفكير، وثيقة الصلة بالموضوع اللي بنفكر فيه. تعالوا نشوف مفهوم العلم. ما هو مفهوم العلم؟ للعلم معنيين هما. المعنى الأول إنه بيقول إيه؟ المعرفة المنهجية المنظمة التي نستخدمها بغرض فهم الظواهر وتفسيرها، وينطبق على كثير من المعارف الإنسانية المختلفة، زي مثلا الفيزياء والكيمياء والفلك إلى آخره. أما المعنى الثاني فهو هو عبارة عن طريقة محددة في السعي نحو الحصول على المعرفة المنظمة، ولكن باتباع قواعد المنهج التجريبي الذي يعتمد في الأساس على الملاحظة والتجارب والفروض، ويتميز أيضا بالموضوعية وإمكان اختبار القضايا وتكرار النتائج إذا ما اتبعنا نفس الشروط والتنبؤ بالظواهر ثم السيطرة عليها والتحكم فيها. إذا كان أحد أهم خصائص العلم التراكمية، بمعنى إن العلماء يستكملوا في نظرياتهم ما توصل إليه من سبقهم من العلماء. من هنا يمكننا القول أن كل الحضارات الشرقية القديمة وحتى الحضارات الغربية اللي كان تركيزها الأكبر على دراسة الظواهر ودراسة علمية تجريبية، وأهم رواد المنهج العلم الحديث هو العالم بيكون. هنتكلم عن بيكون والروح العلمية. أدرك بيكون الحاجة إلى منهج جديد أو أرجانون جديد للكشف والاختراع يحل محل أرجانون أرسطو القديم. رفع بيكون شعار المعرفة قوة، ده الشعار اللي كان بينادي بيه بيكون، وقدم بيكون رؤية لهذا الأرجانون الجديد أو المنهج الجديد من خلال التمييز في منهجه بين الجانب النقدي والجانب الإيجابي. وهنلخصها فيما يلي. أول حاجة الجانب النقدي. الجانب النقدي مقدمة بسيطة كده، إنه انتقد بيكون طرق التفكير القديمة العقيمة القائمة على القياس الأرسطي. أول حاجة عندنا الأوهام، أو أوهام الجنس البشري. بتعد هذه الأخطاء ظاهرة بشرية وداء عام مشترك بين سائر البشر، متأصلة في تركيب العقل الإنساني. فالعقل لا يميل إلا ما يوافق غروره، ولا يلتفت إلى التجارب التي لا ترضي هواه وأمثلتها، إنه ممكن يتسرع في الحكم والتوصل إلى أحكام عامة دون أساس متين. برضه إنه ممكن يتبنى رأي لمجرد انتشاره وشهرته، ويلتفت إلى ما يؤيده ويهمل ما يعارضه من شواهد سلبية. تاني حاجة أوهام الكهف. بتنشأ من التكوين الخاص من الناحية البدنية والذهنية لكل فرد، وكمان من أساليب تربيته، وهي تمثل نقاط الضعف البشرية في كل شخص، ودي بقى فيها أمثلة لا حصر لها، زي مثلا المستوى الثقافي وطبيعة المهنة والبيئة الاجتماعية. كل هذا يحصر عقلية الفرد في إطار معين من التفكير، ولكل منا كهف بيعيش في داخله. فهناك بعض العقول بتحب كل ما هو قديم، وعقول بتعجب بكل ما هو جديد. وما أقل عدد العقول، يعني ندرة الناس اللي العقول الناقدة اللي بتشق طريقها في الوسط، بحيث لا تطعن في الجيد من القديم ولا تقلل من شأن الجيد من الحديث، وهذا يلحق ضررا كبيرا بالعلم والفلسفة. تالت حاجة أوهام السوء، أو أكثر الأوهام إثارة للمتاعب. تلك الأخطاء التي يقع فيها المرء نتيجة الاستخدام الخاطئ للغة والتباسها. فالناس يلتقون ويتحدثون في مختلف الشؤون بلغة مشتركة، كثيرا ما تكون بعيدة عن الضبط المنطقي. تعجز اللغة عن تحقيق وظيفتها اللي هي التعبير عما يستقر في الذهن.
حقيقة أن الإنسان هو الذي وضع اللغة، ومن ثم فهو يظن أنه قادر على أن يوظفها كما يشاء، إلا أن الألفاظ تعود فتتحكم بدورها في العقل. ومن ثم فذلك الأمر هو الذي أصاب الفلسفة والعلوم بالسفسطة والجمود. أربعة، عندنا أوهام المسرح. أوهام المسرح دي أخطاء ليست فطرية، ولكنها تنشأ عن طريق التأثر بنظريات القدماء دون نقد أو تمحيص، وكأن الشخص متفرج في مسرح يشاهد الممثلين دون أن يكون له دور. فالناس في كل زمان يقعون تحت تأثير الآراء الرائجة، كما يتأثرون بالمشاهير ويسلمون بآرائهم. دي كانت الجزء السادس لدرسنا النهاردة، واستنوني في الجزء السابع، وإلى اللقاء.